كابتن عادل ألف مبروك، فوز مستحق. بص يا كابتن، السر النهارده في جمهور النادي الأهلي اللي خلى ملعب الجوهرة يبقى ملعب النادي الأهلي، ودي كانت مهمة للغاية. يعني لعيبة النادي الأهلي بتلعب على ملعبها، الخاصية دي لجمهور النادي الأهلي فقط في مصر. يعني بتكلم وبدون تحيز انك تروح ملعب اتحاد او الجوهره في السعوديه وتبقى جمهورك قد جمهور المستضيف للبطوله، ادائك كجمهور وشحنك للاعيبه النادي الاهلي، ده السر الكبير، ده رقم واحد. رقم اتنين ودي مهمه، روح لعيبه النادي الاهلي وتشيرت النادي الاهلي تقيل قوي. تيشيرت النادي الاهلي فيه تقل، فيه تقل وفيه عراقه امام العالم كله. انت بتلاعب كل فرق العالم في كاس العالم للانديه بتحترمك، صحيح، وبتحترمك جدا، وانت متخصص فيها. تاسع مره تخش كاس العالم للانديه، اتمنى المره دي النادي الاهلي يوصل لاخر المشوار مع المان سيتي. ثالث شيء تكتيك، تكتيك الاداء كان مميز. انا الكابتن شريف امبارح وكنا بنتكلم دايما كان يقول لي انا عايز اضغط من قدام، وانا اقول له لا انا عايز العب بتوازن. الكابتن شريف كسب النهارده وكسب الماتش اللي فات واللي فات، اللي هو يلعب هو ده النادي الاهلي، دي شخصيه النادي الاهلي، كان مالكش وجود غير كده، صحيح. فلعبنا ضغط من قدام، وقفنا على رجلينا، كنا الافضل وكنا الاحسن، لكن السر يقمن في جمهور النادي الأهلي. وأنا بقول جمهور النادي الأهلي هو اللاعب رقم واحد، مش اللاعب رقم 12 دائما. ومبروك لمصر، دي حاجة طبعا مهمة، احنا بنلعب باسم مصر ليس النادي الأهلي. في المحافل الدولية أي فرقة بتلعب بره مصر وبتلعب في أي بطولة، حتى لو نادي الزمالك، حتى لو نادي الإسماعيلي، لو نادي الاتحاد، أي نادي في مصر بيلعب باسم مصر احنا بنشجعه زي النادي الاهلي. فالنادي الاهلي ملك لمصر كلها لانه هو مصدر السعاده. ومبروك للقاره نفسها، لان النادي الاهلي ممثل القاره، واكيد مبروك للقاره لانه كمان ممثل القاره. لما يبقى بطل القاره او بطل او فريق القرن، خلي بالك دي حاجه مهمه جدا، يعني دي بتشرف فعلا الكره الافريقيه وبتعلي شانها. وافضل فريق في افريقيا السنه دي النادي الاهلي. يعني الحاجه اللي هي تخليك تبقى فخور بالنادي الاهلي انك انت بتعرف في الاوقات الصعبه اللي انت فيها مش كويس بدنيا او تكتيكيا طول السنه او بدايه السنه اتشكك فينا كتير قوي، واحنا نفسنا، انا كنت متشكك في حاجات كتير، لكن انا لما شفت اداء النادي الاهلي والروح العاليه، عشان كده بقول لك الروح بتاعت النادي الاهلي مش بتتوارث وبس.